عاجل، مقاتلات سخوي 35 تهاجم مقاتلات رافال في مصر في مناورات تدريبية، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل، صور من الأقمار الصناعية تكشف سرا في سد النهضة رغم إعلان الملء الثاني، وضربة من الداخلية المصرية ضد 3 أشخاص بتهمة التجول مع أسد في قرية بالعين السخنة، بننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، كل عام وأنتم بألف خير. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل، صور من الأقمار الصناعية تكشف سرا في سد النهضة رغم إعلان الملء الثاني. قال خبير المياه المصري عباس شراقي إن صورا التقطتها أقمار صناعية كشفت عن سر في سد النهضة رغم إعلان الحكومة الإثيوبية الملء الثاني للسد. وقال الخبير المياه المصري على صفحته على فيسبوك إنه بمقارنة صورة بحيرة سد النهضة حاليا من الأقمار الصناعية بصورة نموذجية للبحيرة عند منسوب 573 مترا فوق سطح البحر باستخدام بيانات نموذج الارتفاع الرقمي، نجد أنهما متطابقتان، مما يؤكد أن التخزين الثاني 3 مليار متر مكعب عند منسوب 573 متر بإجمالي 8 مليار متر مكعب. وتابع لذلك، لم يذكر أي مسؤول إثيوبي حتى الآن حجم التخزين الحقيقي لهذا العام حتى لا يكون صدمة للإثيوبيين الذين يعتقدون أن التخزين 13.5 مليار متر مكعب هذا العام. أوضح، طبيعي أن يكون تأثير هذا التخزين المحدود ضعيف على مصر والسودان، وليس معنى ذلك أن أي تخزين لن يتسبب في ضرر لهما كما يدعي وزير المياه الإثيوبي، بل يعتمد الضرر على حجم التخزين في سد النهضة وحالة الأمطار وكمية المخزون في السدود السودانية والسد العالي. وقال الصور للتخزين الثاني غير المكتمل، ويظهر فيه وصول البحيرة عند منسوب 573 متر، وهو ما يعادل إجمالي 8 مليار متر مكعب. وتابع وقال لن يبدأ أي عمل خرساني على الممر الأوسط قبل فبراير 2022، كما أن أول توربينين على مستوى منخفض غير جاهزين للعمل رغم إمكانية عملهما بكمية مياه أكثر من 4 مليار متر مكعب. إثيوبيا بتأمل الانتهاء من تركيبهم وتوليد حوالي 750 ميجاوات في أكتوبر القادم، حينئذ تكتمل المرحلة الأولى التي كان من المقرر لها نهاية 2014، والتي كان نصيبها الفشل طوال السنوات السبع الأخيرة حتى الآن. المصدر معنا كان من RT طبعا، يعني ملخص هذا الخبر بيوضح لك إن الخبراء المصريين كانوا رسمين يعني مخطط بياني لمخزون سد النهضة، وبالفعل هذا يعني اللي حدث على أرض الواقع، إن إثيوبيا فقط خزنت في الملء الثاني 3 مليار متر مكعب وبإجمالي 8 مليار متر مكعب، وهم كانوا هدفهم 13.5 مليار متر مكعب. الخطر لسه ما تشلش من على مصر والسودان، مصر والسودان لسه في خطر، وكلنا على ثقة بالقيادة السياسية، وكلنا على ثقة بكلمة الرئيس السيسي، محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام، وننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وننتقل مع بعض الخبر مفاجئ للجميع صراحة، يعني خبر الناس كلها قالت حصل، وناس قالت لا ما حصلش. طب ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش؟ وهو شراء مصر او امتلاك مصر مقاتلات سخوي 35 الروسية. والخبر اللي هنقوله مع بعض، مقاتلات سخوي 35 تهاجم مقاتلات رافال في مصر في مناورات تدريبية. صحيفة موسكوفسكي الروسية نشرت تقريرا أكدت فيه إن مقاتلات سخوي 35 الروسية هاجمت مقاتلات رافال الفرنسية في مصر خلال مناورات تدريبية. الصحيفة الروسية نقلت عن وسائل الإعلام إن المقاتلة الروسية لعبت دور المعتدي على المقاتلة الفرنسية، وتم استخدام أنظمة الحرب الإلكترونية في المعركة التدريبية من كلا المقاتلتين.
في الوقت الحالي تمتلك القوات الجوية المصرية وفقاً لبعض المعلومات 24 مقاتلة رافال وخمس مقاتلات سخوي 35. تخطط مصر شراء من 72 ل 100 مقاتلة فرنسية من نوع رافال. مقاتلة روسية سخوي 35 هي مقاتلة متعددة الأدوار، طائرة ذات الجيل الرابع بلس بلس الذي تنتجه شركة سخوي، والطائرة في الخدمة مع قوات الجوية الروسية، ويتم تصديرها أيضا إلى عدد من البلدان وهي مزودة برادار الطيران الروسي N035 ليربيس. إما المقاتلة الفرنسية رافال فيجرى تصنيعها من قبل شركة داسو للطيران الفرنسية داسو إفياسيون. تم تجهيز هذه المقاتلة متعددة المهام بنظام الحرب الإلكتروني زيلا سبيكترا الذي يسمح بإخراق صواريخ العدو عن مسارها، بالإضافة إلى تشويش رادارات طائرات العدو. في 2018 وقعت روسيا ومصر عقد لتوريد 24 مقاتلة سخوي 35 بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى الطائرات نفسها. يتضمن العقد تسليم أنظمة تسليح هذه الطائرات، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيلها. المصدر معنا كان من mk.ru. أترك لحضراتكم التعليق. طبعا في ناس طلعت وقالت إيه ده، مصر ما اشترتش سخوي 35. في ناس كبيرة على فكرة في هذا المجال، مجال السوشيال ميديا يعني عموما، قالت إن مصر لم تستلم سخوي 35. هذا الأمر خاطئ، يعني مجلة روسية بتأكد هذا الكلام، إن مناورات تدريبية مقاتلات سخوي كانت بتتدرب على يعني التعامل مع المقاتلات الرافال المصرية. أترك لحضراتكم التعليق. مصر بالفعل تمتلك خمس طائرات سخوي 35 من روسيا من أصل 24 مقاتلة سخوي 35. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وضربة من الداخلية المصرية ضد 3 أشخاص بتهمة التجول مع أسد في قرية بالعين السخنة. قررت نيابة عطاقة في محافظة السويس حبس 3 متهمين بتهمة حيازة شبل والتجول به داخل إحدى القرى السياحية في السخنة بدون ترخيص. وكان حساب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر مقطع فيديو 3 أشخاص يتجولون بشبل داخل إحدى القرى السياحية بالسخنة، ويحمله أحدهم على كتفه بغرض التربح بواسطة تصوير المواطنين معه مقابل مادي. مباحث السويس شكلت فريق بحث توصل لتحديد القرية السياحية التي شهدت الواقعة، وتوجهت قوة من قسم شرطة عطاقة وألقت القبض على المتهمين وجرى اقتيادهم إلى القسم وبحوزتهم الشبل. وفي السياق قال الدكتور طارق زكي مدير الطب البيطري في السويس إنه أوفد لجنة إلى قسم شرطة عطاقة وفحصت الشبل للوقوف على حالته الصحية، وأفاد الفحص أن عمره 5 شهور وحالته الصحية جيدة، وأوصت اللجنة بإيداعه بحديقة الحيوان بالجيزة. المصدر الأمني ذكر أن سيارة نقل تحركت صباح الخميس للجيزة لتسليم الشبل لحديقة الحيوان لرعايته وسط بيئة مناسبة له. وقال إن المتهمين ذكروا أنهم وقعوا عقدا مع إدارة القرية السياحية للسماح لهم بالدخول بالشبل والتجول به، والسماح للنزلاء بالقرية التصوير مع الحيوان المفترس نظير مبلغ 70 جنيه للصورة التي يلتقطها أحد المتهمين ويعمل مصور فوتوغرافي، وذلك بعد أن ادعوا كذبا أن لديهم تصريح حيازة الشبل. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.